اللي اقولها يا عم، هي المكسيك دي بعيدا عن القاهره؟ المكسيك دي بعد ابو ظبي، وابو ظبي دي بعيدا عن المكسيك. اسكت. يعني المكسيك فين؟ في امان. ايه اللي في امان؟ يعني بيركبوا لها عربيه ولا بيركبوا لها موتوسيكل ولا بنروح بالجمل؟ انا شايف. يا سلام، كلكم بقيتوا اساتذه الجغرافيا؟ خلونا نركز. شفت يا ابو الصحاب؟ طلع الموضوع بتاع الراجل المكسيكي ده مظبوط، طلع بجد بجدي وكل الحاره بتتكلم عليه، طلع اخو العيال. دي كده يقصت وزغيطت وعايزاك بقى تروح تنقط يا خيبوش. لا ونقطة ايه؟ بالجنيه المكسيكي. جنيه مكسيكي يعني 2 جنيه ونص مصري. يا جدع اتنيل 2 جنيه ونص، انت راخر. طب انت خدت بالك بقى من الحته بتاعت موتيب عالمي دي؟ خدت بالي. الموتيب ده بقى زميلي، بس هو في كايت طيب تاني، يعني ما بيلبسش كايفات زي كده. يا دي النيله. طب انت ناوي على ايه يا خيبوش؟ فهمني. ناوي على ايه؟ ناوي ما تعديش بالساهل. احنا هنخليهم يجيبوه وخربوش وحريقه يقلبوه. ايوه عليك يا عم خيبوش. يا متكتب يا حلو. ايوه يعني انت ناوي على ايه؟ ما انا مش فاهم برضه. يا جدع حرامي. في ايه؟ حرامي. في ايه؟ في ايه؟ حرامي. مش انا حرامي. مش انا يا حرامي. الحقوني يا حرامي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين البت دي؟ مين ده؟ انا حبيبي ابن ظريف. بلا ظريف بلا لطيف، ده انتوا الاتنين دمكم يلطش. مين الواد ده؟ في ايه يا ام؟ كان بيعمل ايه عندي في الحمام؟ في الحمام؟ في يا كلب يا حيوان. مش انت عارف ان انا هدخل الحمام؟ صحيح يا ام، ده مستأذن منه ان اخش الحمام. نهارك اسود. انت مأجر الحمام بتاع المرحله الرمليه؟ يا ام معلش معلش، هات 20 جنيه، هات 20 جنيه. معيش غير 100. معوش غير 100، معلش يا ام نسامحه، معوش غير 100. ده غير الحمام؟ ايه هو ده؟ مش حمام بيت امبابه ده؟ ايوه يا ام معلش. هادي يا ام هادي. انا هادي اهو. في ايه يا ام؟ ايه ده؟ ايه؟ نهار اسود. ايه يا ام؟ ممنوعات في بيتي؟ ممنوعات ليه يا ام؟ يا الفاكهه مصممه؟ فاكهه؟ الفاكهه دي انا مش شايلها القلعه انا؟ شايلها القلعه انا. هو في فاكهه يا ام في البيت؟ ده عمرو اللي داخل علينا مش فاكهه دي. مين عمرو ده؟ عمرو ده. وانت بقى انت مين؟ انت الواد مين اللي لابس بلاكيت؟ انت بلاكيت كده ليه؟ ها وشعرك مسلسل كده ليه؟ انت من سوريا ولا من لبنان ولا منين؟ انت منين؟ يا ست مين ابوك؟ انا بشبه عليك، وريني كده. لا مش معقول. انت بقى مين انت بقى؟ انا عمرو. عمرو سلمي. عمرو سلمي. عمرو سلمي. انا عمرو سلمي. سلمي ولا حربي؟ ايه ده؟ جوز فتنه. فتنه مين؟ فتنه مين؟ فتنه. فتنه حبيبتك يا ست الكل. فتنه. فتنه لما هي فتنه حبيبتي ما تبقاش هي معايا ليه وانت معاها هنا ليه؟ انت مين انت؟ جوزها يعني ايه؟ هي في البيت بس كنت بس جايب الفاكهه علشان نقعد مع بعض كعيله ونتفرج. انت جبت الفاكهه؟ نهارك اسود ومنيل. تجيب الفاكهه ما تخشش على مباب على مامي. انا اسف. حقك عليا. حقك عليا. شويه عيال تافهه زي دي. نهارك انت بتعمل كده ليه؟ مفيش حاجه يا ست الكل. حقك عليا. فاكهه يا كلاب. نورنا ياما يا عسل. اخرجوا اخرجوا. حاضر ياما. حاضر ياما. اعصابي. ايه ده؟ مزايا. اخرجي. ربنا يخليك لي يا ام حبيبي. ينفع اكلها بالليل؟ انت تاكلها وقت ما انت عامل حبيبتي. يا ام ده حاجه. حار. طبعا ما هو اللي على الحجر واحنا اولاد البطه السودا. سودة مين يا بت؟ دي بطه وبيضة ومتزغطه صح. بعدين ما تزعليش يا نني عين امك، ده انت قمر، ده انت الدهر اللي انا بتك عليه يا افراح، ده انت ارجل منهم يا بت. امي حبيبتي بجد؟ بجد. سيدهم حبيبي. سيد الناس الحليوه عسليه اللي مفيش منه. يلا يا كلبة. اشتريت امك بكام عسليه؟ 200 جنيه زمار. غالي قوي. في العتبه ب 50 وفي الموسكي ب 10. خلاص خلصتوا التعارف والعسل خلاص؟ بس بقى عشان فاضل نص ثانيه على البرنامج. انتوا بتتفرجوا على ايه وصاحبين الكهرباء دي كلها؟ البرنامج ياما البرنامج هيبدا. وفي اطار رحلته لافريقيا وتحت شعار مصر هي امي، هنلتقي بالنجم المكسيكي العالمي حموده انطونيو جونزاليس، اللي فاجئنا انه هيعمل اول كليب ليه في مصر، واللي اتفاجئنا كمان انه من اصول مصريه وامه اسمها امبابه، وهو سعيد جدا ان اول كليب ليه هيكون في مصر الحبيبه. اخويا انا قلت. ايوه بقى قلت لكم. وده هنوصل له ازاي يا عمرو؟ بس بقى انت كده جيت لي ملعبي وفي وسط جمهوري. ده
بالدولارات بالدولارات بالدولارات. ابويا طلق سماح وخطفني، ابويا طلق سماح وخطفني. معلقه معايا. طب ما المصلحة دي راحة مننا فين؟ ما هو ما المكتب بقى. اسكت، كنت هجيبها لك بس اصطلحوا. امتى؟ من ساعة ما حمادة هلال اتدخل. اعوذ بالله، ما جيش من ورا الفقر. بس ما تاخدنيش في دوكة، انا بعتلك ثلاث زباين الاسبوع اللي فات من على الجروب. اول واحدة ازدالي سر جمالي وقالت لي على الجروب ان هدتك 80 جنيه. ال 80 جنيه جبت بيهم الجبنة البراميلي والكريم بتاع تشوقات الكعبين. بس ده انا كده اللي بصرف على البيت. لا يا حبيبتي، ده جروب مطلقات ولكن هو اللي بصرف على البيت. طيب، وبعت لك الادمن بتاعت الجروب ذات نفسها. مين دي؟ امراه ولكن. امراه ولكن؟ امراه ولكن امراه يا اختي، بس ولكن اعوذ بالله. ليه؟ انت ما حلتلهاش مشكلتها؟ لا ما حصلش والله ولا جيت ناحيتها. بس دي غيرت صوره البروفايل، انا كنت فاكراها بتحتفل. حطت صوره مين؟ البوي فريند. بوي فريند ايه؟ ده صورتها من غير المكياج. يا مراري. طب وزهره اللبلاب؟ اعوذ بالله بقى من دي حكايه. دي عايزه تبقى سنجل مازر. يعني هي عايزه تبقى سنجل ولا مازر؟ بيت الغباء. دي عايزه تبقى سنجل مازر الاثنين مع بعض. يا لهوي، وده يعني ايه؟ يعني عايزه تخلف من غير جواز يا حبيبتي. طب وهو لازم؟ ما احنا ما بنخلفش ومتجوزين. هو في حاجه فايتانا؟ تقريبا في حاجه الناس كلها عارفاها بس ما حدش بيقولها لنا. عامه هي ادتك 50 جنيه. ال 50 جنيه بتاعتها دي والله العظيم كنت عايز ادخلها البيت. بقول لك ايه؟ ايه؟ سيبك انت من الموضوع ده بقى، خلينا نركز ايه؟ في اخوهم. الراجل ده طلع تقيل موت. انا قلقانه منك يا عمرو. حكيم انت عامل زي اللي بيقعدوا يبيعوا الحاجات كده اونلاين وبعدين تشتري منهم تلاقي حاجه تانية خالص. يا ستي ابوس ايدك، خلفي توقعاتك مره وخلي عندك ثقه فيا. لا هو كده، المجامله على قد المعامله. ايه كلام التكاتك اللي مالي البيت ده؟ الراجل ده انا ما سرشت عليه لقيته جامد جامد. مؤتمرات ايه، حفلات ايه، ندوات ايه، سوشي ايه، ما بيركب الطياره وينزل عادي كده. لا ما تقولش، بس اوعى يا عمرو دماغك تكون موديك كده ولا كده. حكيم انا عارفاك، انت نفسك تبقى كويس بس الشيطان عامل لك عروض. والله كل عروض الشيطان فاتتني، هاتيني قاعد معاك اهو. مش عارفه انت قصدك ايه بس مش مرتاحه لك. المهم عايز ايه من الراجل ده؟ الراجل ده ما ينفعش معاه اي سكه شمال، خليكي فاهمه. ها انا عايز اقرب منه بجد في السليم، نطلع منه اي مصلحه. بس يلا، عند المصالح الكل بيتصالح. جو السواق توك توك، اقسم بالله. الحلوه حلوه يا بلدي. ايه ده اللي انا بقوله ده؟ انا مستقبلي الفني بينهار. انت بتكلم نفسك يا زمارة؟ ايوه بكلم نفسي يا افراح، وانا لقيت نفسي اكلمها وما كلمتهاش. انا مخنوق قوي يا افراح، ما بقتش عارف اكمل الاغنيه كلها على بعضها. ايه بس اللي مضايقك؟ الموضوع مأثر على ابداعي قوي يا افراح. والواد اخوك عسليه يا عيني، اتمص وبقى شبه العسليه فعلا، بقى بيحلم بكوابيس. الواد اخوكي بقى بيتكلم وهو صاحي. يا لهوي، بيتكلم وهو صاحي؟ طب ما ده عادي عبيط. ايه ده عادي؟ ايوه عادي. امال انا قلقت ليه؟ انا عارفه. خلاني اقلق عليه وانا فضيله هو كمان. من وانا صغير يا افراح والعيال بتعايرني في الحاره ويقولوا لي يا ابني الرقاصه، وانا اقول لهم انا مش ابن رقاصه انا ابن مغنيه، يقولوا لي يا ابني المغنيه الرقاصه، عشان امي كانت بتعمل كده وهي بتغني، وانا قلت لها يا امي ما تعمليش كده وانت بتغني. اما لما يعرفوا بقى ان هي اتجوزت كتير هيقولوا لي يا ابني متجوزه كتير. قطع لسان اي حد يكلمك، اي حد يكلمك قول لي عليه وانا انزل اديله بالجزمه. الواد سعيد السنسل هيشوف، والواد كباك هوريه. المشكله مش مين بيتكلم افراح، المشكله ان انا بكتم في نفسي، ولما بكتم في نفسي ده بيأثر على صوتي. انا بقيت اخش في مقام ما اعرفش اطلع منه، مش عارف اطلع من مقام افراح، مخنوق في المقام. لا يا حبيبي، انا مش عايزك تخنق نفسك، انا عايزك تفكر بطريقه احسن من كده. وبعدين انت امك بتتجوز على سنه الله ورسوله، هي كترت شويتين بس معلش في الاخر ده جواز. بس ده هزني يا افراح، خلاني مهزوز في وسط الحاره. انا بسلم على الناس ما اعرفش مين صاحبي ومين اخويا. عم احمد بتاع الفول ده لو طلع اخويا هطلب منه سندوتشات بقى انه وش. انا بقى مش عايزاك تفكر بالطريقه دي ولا تتهز، عايزاك تفكر لما تورث ويبقى معاك فلوس كتير وتجيب فيلا وعربيه وتبقى مطرب مشهور وتعمل حفلات. يا افراح، وحط فلوس في البنك ويبقى معايا فيزا كارت، واجيب حمام محشي فريك واتعوج على الحاره دي واقول لها يا حاره يا معفنه. يا حاجه زماره،
لا ما بفضفض مع اختي شوي. ياما القمر عالباب منور اناديله، ياما ارد الباب واللي اناديله اناديله ياما اما اوووي. بقولك ايه يا ديري، ما تعرفيش دكتور تجميل؟ معرفش ليه. عشان عايز اعرف الشفايه الجميله المنفوخه دي دفعت فيها كام؟ على فكرة ده طبيعي. طبيعي؟ لا يا حبيبتي لا، الطبيعي ده كان على أيامنا لما كانت الواحدة تحب تتنفخ، هي حاجة واحدة تقعد تشكل في أبوها، يتلم عليها أبوها والجيران وإخواتها وينفخوها إيه آخر نفخة، هما سنتين تقعد وتشتاق للنفخ، تتجوز تشكل في جوزها تصبح أكثر انتفاخا. أمال إيه مش دلوقتي بورتكس وبايركس؟ ما اسموش بورتكس وبايركس، أمال إيه؟ فلت هو ده يا اختي. انت يا حبيبتي رحتي عند انه قسطة؟ ما اعرف دكتور يا بنتي يا مباهج، انما ايه هفضلين عليه يا اختي، ده انت حبيبتي وروحي. انا عارفه نفسانه الموزز من بعض، انا ما يهمنيش، هو قرن فلفل واحد اقرشه وارجع ايه الدم يبج في وشي. امال ايه؟ الطبيعي قال اوعى ايدك يا ما ينفعش كده يا عسليه. يا ده اوعى ايدك يا انت هتقطع عيشي كده يا عسليه. انت تنك ليه كده؟ عمر شوف بقى بتنك كده. انا مش تنك، انا الاسكورسي بتاع البيت. الاسكورسي اخ ايه ده؟ مين عسليه ده حبيبي؟ عسليه ده الابن الضال اللي ساعتها اهتميت بالحشو وسبت الحلاوه. انا ابنه. مين دي يابا؟ جيسيكا مراتي. مراتك يابا؟ انت بتتكلم في ايه؟ عندي كلب. يا تخليك محترم، دي اسئله تسالها انت بيه هاوي. يعني مش عندي كلب؟ لا مش عندي. مش عندها يابا. ربنا يديها يا ابني. القمر ياخد درينك ايه؟ جوس. ها جوس. ها ايه سامعك تقيل يعني؟ خلاص يابا ولا روح هات اللي قالت عليه ده. ايه جوسي؟ وعايزاه كنتالوب ولا موز؟ يا عم اي حاجه اتكل على الله. وحشني يابا. عايز ايه؟ بقول لك يابا، انت ما تكتب لها بحبك بتقول لها ازاي؟ ما بلحقش يا ابني، هي إيه اللي بتهجم على طول. يا ريت حضرتك ما تبقيش تهجمي، يعني حاولي تبقي تباصي الاول. عايز ايه؟ ايه اللي مش عايز؟ ما انت فاهم انا عايز ايه؟ ايه اللي عايز ايه؟ خلص معايا. عايز ايه؟ ما انت عارف يابا اللي فيها يابا. خد امشي. وما تشوفش وشك هنا تاني. كريم يابا. يلا يلا. وشاكرين يابا ربنا. ده بتكلم انا وابني. يعني لازم ترمي ودانك انت كمان. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، نروح للمباراه التاليه. يعني ايه انا عم؟ اسكت بقى اسكت، حولوني في الكنترول اهو. معانا يا جماعه كابتن. ايوه كابتن مدحت. ايوه انا مهم. ايوه كابتن، اوطي التلفزيون واسمعك من التليفون. طبعا انا عارف النظام. ايوه كابتن، ربنا يخليك ربنا يخليك، والله انت اللي وحشني اكتر. ربنا اخبار البنات ايه؟ الله يخليك يا كابتن، ربنا يخليك ربنا يخليك. بقول لك يا كابتن، انا بس عايز احيي الاول الكباتن الكبار اللي موجودين عند حضرتك في الاستوديو التحليلي. ربنا يخليك والشيخ طه وكله. ايوه كابتن. بقول لك يا كابتن، عايز ارد بس على النقط اللي اتقالت على بالنسبه للتعليق على المباراه بعد اذنك. بالنسبه بقى للخشونه اللي بين اللاعبين والخشونه اللي في المدرجات، انا عايز بس الفت نظر حضرتك ان الخشونه مش بس في الملعب،
الخشونه كمان بتيجي لكبار السن اهو. اهو بص يا كابتن، والله العظيم الراجل ده ما قادر يتحرك من ساعتها، والله العظيم مش بس حبا في حضرتك. هنعمل ايه يا ابني؟ دي حال الدنيا كده. اه والله يا كابتن ربنا يخليكم. النقطه الثانيه بتاعت الكابتن بقى اللي عمال يضيع الاجوان المحققه والفرص المهدره والحاجات اللي حضرتك بتتكلم فيها انت والاستوديو التحليل الجميل ده، عايز اقول لحضرتك ان اللعيب ده زي ما بيجيب بدماغه دي جوان، هو كمان بيجيب له فلوس لانه بيعمل اعلانات جل وبيخصل بالمشط الواسع يا كابتن، فبيبقى خايف ان هو يركب الكره ويحطها في البعيد يا كابتن عشان ما يبوظش القصه. انا بس عايز اقول لحضرتك يعني بالنسبه للكابتن تامر اللي حضرتك قلت في اول الحلقه ان عنده الضمه، ها؟ لا يا كابتن، لا الكابتن ما عندوش الضمه، هو عنده حاجه اسمها ناسور خارجي. ناسور خارجي ده بيكلبش الظهر كله يا كابتن، ما بيعرفش خالص بقى ان هو يلف يحطها في البعيده. انا بس حبيت الفت نظر حضرتك يا كابتن. ربنا يخليك، ربنا يخليك. لا وفوق كل ذي عين من عليم. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. لا مش هتاخر على حضرتك، مش هتاخر، هتكلم كل يوم. ربنا يخليك يا كابتن. واحب اوجه كل التحيه، كل التحيه لكل شله الكباتن الكبار اللي موجودين عند حضرتك، وكابتن محمد نصر، المخرج محمد نصر المبدع دائما، احب اوجه له التحيه. ويا ريت بقى نسمع واحده. الله الله على دي شله، الله الله عليك. الو يا حبيبتي، معاكي ادمن جروب عاشقات مخدوعات مطلقات حائرات. قولي لي بقى، عايز اعرف منك الطول والوزن والحجم، يعني الكتله كده على بعضها عشان اعرف الشريحه اللي احطك فيها. عندك اي مهارات؟ ليكي في التيك توك كده يعني؟ طيب بصي، يعني عامة ما تخافيش، احنا في الجروب ان شاء الله بنرشح لك محامي، هو بيحاول يحل مشكلتك وبيحدد الاجر على حسب نوع الموبايل اللي معاك. قصدي ما تقلقيش من ناحية دي، الستات اللي بعديها كاس وداير يا حبيبتي. كاس وداير. يلا هاف فن، طلاق سعيد، مع السلامة يا قلبي، باي باي. ما تنسيش بقى تعملي ايه دعوة كده لصديقاتك كلهم على الفيسبوك للجروب. ماشي، شيري الصفحة. مع السلامة يا حبيبتي، يلا هبعتلك اللينك ومع فيروس هدية، باي باي. تسلم ايدك. بالشفا يا عم عربي، مع اني شايفاك كويس يعني وزي الفل، مفيكش حاجة. ده انت متابعاني بقى افندم. اصل في واحد صاحبي قال لي تاخد الحقن دي عشان تبقى كده متين وقوي وما تفصلش. الحقن دي وطي صوتك حتى تنزل الله حبيب. يا ظريف يا ابن بتاع الكبد عسل، اعزف لي بقى في نص رغيف كده. مامته قالت له سيب القطه وخليها في حالها، اكسب مدرسته ورمى كرسته وراح جربوش كلام. مامته قالت له سيب القطه وخليها في حالها، اكسب مدرسته ورمى كرسته وراح جر وراح جربوش كلام. قامت القطه مكربشه ايده ولما مسك ديلها، وقت جزات اللي ما يسمعش كلمه ماما، كلمه ماما تقولها ماما 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 ماما. زمارة خش ياما جوه، فرقت الحتة عليا. ما تولع يا ابني الحتة، هي مبابة شوية. ما تخش ياما جوه، ما تسيبني يا واحدة تهوى. مريم في ايه؟ عايزه ايه؟ الحق يا زمار امك. اتفاجئت دلوقتي، الموافقه بقالها ساعه. عايزه ايه يا ام؟ انت بتعلي صوتك عليا قدام الحته العفشه دي؟ انا اسف ماما. عايزه ايه؟ عايزك تروح السوبر ماركت. ليه؟ تجيب حاجات. عايزه ايه؟ نص كيلو اسمنت. ماشي. ونص كيلو نشا. ونص كيلو ملح. وبخمسه ساغ بيض. ايوه هو كده. وثلاثة فانيليا وثلاثة بيكنج باودر وعشرة كيلو بتنجان. هتعملي ايه يا امو؟ هعمل لكم كيكة. يا
دي طريقه جديده لعمل الكيكه. اسكت انت، هي دي المقادير اللي احنا بناكل بيها الكيكه يا اما؟ امال انت تاسست ازاي يا غبي؟ تاسس اما يا اما هتعمل مزيكا. خليك هنا شدي الدفار، شدي رباطها عصبيني لو قادره